النهارده ذكرى رحيل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحه، بطل عسكري من طراز خاص، واحد من ابطال حرب اكتوبر 73، واحد من ابطال اللي كان ليه دور مهم جدا في تاريخ مصر، قدر انه يقود سفينه الوطن الى الاستقرار في فتره ما بعد احداث ثوره 2011. في ذكرى رحيله محطات خاصه في حياته وبطولاته، خلونا نشوفها مع بعض. يحل اليوم 21 من سبتمبر ذكرى وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، الذي رحل في مثل هذا اليوم في العام 2021 عن عمر ناهز 85 عام. المشير محمد حسين طنطاوي بطل عسكري من طراز خاص وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973. كان له دور مهم في تاريخ مصر وقاد سفينة الوطن إلى الاستقرار في فترة ما بعد ثورة عام 2011. كان المشير حسين طنطاوي خير مثال للرجل الفدائي الوطني المخلص لمصر، حيث وقف شامخا في مواجهة أعداء الوطن في وقت صعب بكل ما يحمل من قوة في كل الأوقات، كما وهب حياته لرفعة وخدمة الوطن، فضلا عن دوره البارز بحرب أكتوبر المجيدة عندما كان قائدا للكتيبة 16 مشاة، والتي ضربت أروع الأمثلة والبطولات خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء. وحينما حدثت مواجهة مباشرة بيننا وبين القوات الإسرائيلية المدعومة بقوى خارجية لتأمين الجانب الأيمن للفرقة ولمسافة 3 كيلومترات، تمكنت الفرقة من الاستيلاء على نقطة حصينة على الطرف الشمالي الشرقي من البحيرات المرة، إضافة إلى الانتصار الباهر الذي حققه خلال معركة المزرعة الصينية، والتي جاءت على العدو بمثابة الهزيمة القاتلة التي خسر بها رجاله وأسلحته بشكل فادح. كان الدور الذي لعبه المشير طنطاوي بعد ثورة يناير داعما وساندا لإعادة استقرار البلاد، فبعدما تنحى الرئيس حسني مبارك في 11 من فبراير لعام 2011 نتيجة للمظاهرات التي دامت 18 يوما، تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد. ولد المشير طنطاوي في 31 من أكتوبر لعام 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، ثم تخرج في الدفعة 35 حربية في أبريل لعام 1956 ودورة كلية الحرب العليا، وترقى في عدة مناصب قيادية عالية، وسطر دوره التاريخي كقائد للكتيبة 16 مشاة بحرب أكتوبر، حيث كانت الكتيبة 16 من أولى الكتائب التي عبرت قناة السويس. كما تولى وزير الدفاع الأسبق منصب الملحق العسكري في دولة باكستان، ثم رئيس فرع العمليات بالجيش الثاني الميداني، حتى وصل لمنصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، فقائدا للجيش الثاني الميداني، ومنه إلى قيادة قوات الحرس الجمهوري في العام 1988، حتى تولى وزارة الدفاع في العام 1991، ثم ترقى لرتبة المشير في أكتوبر لعام 1993. حصد المشير طنطاوي خلال مسيرته العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية، حيث حصل عقب حرب أكتوبر على نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى وسام التحرير ووسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، كما حصل على نوط الاستقلال العسكري ونوط الجلاء العسكري ونوط تحرير سيناء في 25 من إبريل ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، كذا نوط الجلاء العسكري ونوط النصر ونوط التدريب ونوط الخدمة الممتازة، وحصل أيضا على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى وميدالية يوم الجيش
وميدالية جرحى الحرب وميدالية العيد العاشر للثورة وميدالية العيد العشرين للثورة وميدالية السادس من أكتوبر لعام 1973 وفي 21 من سبتمبر لعام 2021 رحل المشير محمد حسين طنطاوي وأعلنت الدولة الحداد رسمياً ولمدة 3 أيام شيع جثمانه في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلقت الدولة اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستيب العسكرية تمجيداً لما قدمه المشير من دور تاريخي ومحوري في التصدي لقضايا الإرهاب.